طب ازاي كان بيكون التعامل يا كابتن مع لو في لاعب بعينه مثلا بيتعرض لهجوم معين او انتقادات او انه اداؤه ما كانش كويس الماتش ده ولا الماتش ده، انتوا كلاعيبه كان بيبقى دوركم ايه مع اللاعب ده؟ بص، هو ما فيش حد ما سلمش من الموضوع النقد، عشان بس نكون صراحه مع بعض، من اصغر لعيب طب بتبقوا لاحسن متفاهمين ده لعيب يا في كابتن؟ العالم. بتبقوا متفاهمين انه ده طبعا لمصلحة اللاعب طبعا، ولا بتاخدوه بشكل لا بالعكس، احنا متفاهمين وبنقدره وبنحترم كل نقد لأي لعيب بنحترمه، لكن النقد اللي هو البناء، النقد اللي هو باحترام. يعني انا ما عنديش اي مشكلة، انا هتكلم عن نفسي انا، يعني اتفضل. انا ما عنديش اي مشكلة خالص لما حد يكتب لي كومنت او يبعت لي مثلا رسالة او يقابلني في مكان يقول لي انت ناقصك كذا، اشتغل كذا، الكلام ده كله بالعكس ده بيسعدني، لان هو في الاول وفي الاخر مصلحته ان انا ابقى كويس عشان النادي اللي بيشجعه او الفريق اللي هو بيشجعه يكون في احسن حال. فبالعكس ده بيخليني اكون مبسوط ان الناس أكيد مهتمه، الناس حابين ان هي اكون احسن من الفتره اللي انا فيها، فده بيبقى شيء، طبعا بيبقى شيء كويس جدا لينا كلعيبه. لكن اللي بيضايقنا هو عدم الاحترام، او ان النقد يوصل لسب وسيرة أهل وسيرة، طبعا الحاجات دي كلها بتبقى غير مقبولة. بالظبط، لأن هو لو حط نفسه مكاننا مش هيتقبل نص كلمة يعني. طب ولما كان في لاعب بيتعرض للنوع ده بقى من الهجوم كان ازاي التعامل بيبقى معاه؟ كل اللعيبة اللي موجودة في النادي الأهلي لعيبة شخصيات قوية جدا، يعني عايز اقول لك ان ممكن نتضايق شويه من الكلام، لكن الكلام اللي هو يعني زي ما قلت ان هو بيكون كلام حاد قوي يعني، لكن الكلام اللي هو الطبيعي لا عادي، ما فيش حد بيزعل من الكلام ده. ممكن يعني نتضايق شويه، لكن احنا كلاعيبه في النادي الاهلي معرضين، ده ضريبه اي حد موجود في النادي الاهلي، هيكون يعني متاح للنقد من الجميع. فاحنا هدفنا ان اهم حاجه ان احنا نعمل اللي علينا ونشتغل، نشوف ايه اللي ناقصنا ونشوف ايه كلعيبه يعني ايه اللي احنا مقصرين فيه وبنشتغل عليه، وبناء عليه يعني بنشوف الجوانب اللي المفروض ان احنا نركز عليها ونشتغل عليها، وده اللي بنعمله.